طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبتدي محاضرتنا النهاردة، نكمل اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. كنا بدأنا في شابتر جديد، شابتر الكيبلز، وقلنا إن الكيبلز يمكن هندرسها بشكلين. الشكل الأولاني لو الكيبل معرض لكونسنتريتد لودز، فقلنا في حالة لما يكون الكيبل معرض لكونسنتريتد لود هيبقى الكابل نفسه هيتحول ل ستريت لاين سيجمنتس، وكل ستريت لاين او كل سيجمنت فيها تنشن فورس قيمتها ثابته في الكيبل او في السيجمنت. واتكلمنا ان احنا بقى لازم عشان اعرف اعمل اناليسز للكيبل ده محتاج اعرف احد معلومات الجيومتري للشكل اللي وصل له في الاخر. وبعد كده اتكلمنا عن لو عندي الكيبل معرض لـ Uniform Distributed Load، ووصلنا لمجموعة conclusions كده أساسية. أول conclusion كان معانا إن الـ Horizontal Component للـ Tension Force اللي موجودة في الكيبل at any point قيمتها ثابتة. الـ Horizontal Component قيمتها ثابتة. وبعد كده كل ما بطلع لفوق، يعني كل ما بطلع في الكابل، يعني انا عندي هنا مفيش الا هوريزونتال كومبوننت فقط، كل ما بطلع لفوق يظهر عندي هوريزونتال كومبوننت و فيرتيكال كومبوننت. كل ما اطلع لفوق يطلع لي هوريزونتال و فيرتيكال. فالهوريزونتال هنا وهنا وهنا كله ثابت، كلهم واخدين نفس الفاليو اللي احنا سميناها ال FH، قيمة ثابتة لا تتغير بتغير اللوكيشن. ولكن اللي بيتغير معايا هي ال Vertical Component لل Tension Force اللي موجودة في الكيبل. وطبعا لو بصينا هنا هنلاقي ان ال Vertical Component دي ال T sin theta، تمام، ليه علاقة باللوكيشن اللي هو الاكس والدبليو. وبالتالي معنى كده ان تي ساين سيتا هتبقى اكبر قيمة ليها لما تكون الاكس اكبر قيمة للاكس اللي هي ال في الرسمة بتاعتنا، اللي هي دي اكبر قيمة للاكس عندي هي ال. ومعنى كده ان اكبر فيرتيكال كومبوننت هتقابلني هنا في الاخر خالص عند ال، ودي الماكسيمم. والاف اتش هي، وبالتالي اقصى قيمه تنشن موجوده، محصله الكلام ده اقصى قيمه تنشن في الكابل هتبقى موجوده في نهايه الكابل، وتبدا تقل تدريجيا لغايه ما توصل لقيمه الاف اتش عند اوطى نقطه او عند الجزء اللي فيه التانجنت بتاعي هوريزونتال. فده الايه السيناريو اللي احنا وصلنا له، او الكونكلوجن اللي احنا وصلنا له المره اللي فاتت. واتعلمنا او عرفنا مجموعه قوانين اقدر نقدر نستغلها بعد كده. اولا برضو وصلنا ان معادله شكل الكيبل بتاعي عباره عن بروبلم، فدي معلومه مهمه ان انا لو مسكت اي كابل في الدنيا كده وعلقته بايدي يمين وشمال، فالشكل اللي هياخده الكابل ده نتيجة ان هو نتيجة الاون ويت بتاعه، فالاون ويت ده عبارة عن يونيفورم ديستريبيوتد لود، فهياخد شكل بارابولا وانس ان انا مسكت كابل كده وعلقته من يمين وشمال. فده كونكلوجن مهم ان انا عندي معادلة لشكل الخط بتاعي بالنسبة للواي والاكس. بس برضو ما تنساش ان الواي والاكس انا بقيسهم من النص بتاع الكابل، يعني انا واقف هنا كده يبقى عندي دي الاكس ودي الواي، يبقى عندي عند التب او بداية نص الكابل بقى. يبقى لو في عندي الناحية التانية يبقى برضو هنا بيطبق اكس وواي، وهنا طبق اكس وواي كمعادلة الايه الكابل. طيب قلنا تي ماكسيم هتتواجد فين؟ هتتواجد عند الاكس ايكوال ال، يا اما تشتغل بداية الاف اتش او
نفس المعادلة هي لو انا شلت بس الاف اتش وحطيت قيمتها من الاكويشن دي هوصل لقيمة الماكسيمم تنشن. طيب النهاردة هنعمل ايه؟ المفروض النهاردة هنبص على مثال محلول يوضح ازاي يتعامل مع الحالات دي. في نقطة كنا اتكلمنا فيها في حتة ان انا لو عندي جردر كده بهذا الشكل، اول حاجة لو انا عندي كيبل علقته يمين وشمال زي ما قلنا فهياخد شكل بارابولا، فالكيبل ده واخد شكل بارابولا تمام، وبالتالي انا لو عامل الهانجرز بتاعتي على مسافات متساوية فبالتالي الهانجرز دي هيبقى عليها حمل متساوي، ودي فكرة الايه الكباري او السسبندد بريدج. هتلاقي انا رفعت لكم فيديو كده صغير بيشرح فكرة الكباري او الكابل ستيت بريئة كيب سسبندد بريدج، سوري الكيبل سسبندد بريدج، كيبل سسبندد بريدج او سسبندد كيبل بريدج. فدي هتلاقي يعني شرح مبسط جدا مع سيموليشن، الراجل جايب كوبري صغير كده فبيقول ان هو في الاخر ان انا لو عندي يونيفورم لود بوزعه على الكيبل بتاعه فهو هياخد شكل بارابولا، ولكن لو انا تخيلت بقى ان في عندي لود عربية تراك كبيرة هنا كده جاية ومشيت فجت عند اول كيبل فمعنى كده هتشد الكيبل ده جامد فهيبدأ يتغير شكل الكيبل بتاعي بشكل مختلف، لو جت هنا هتبقى تختلف، وبالتالي ازاي احافظ على ان الكيبل بتاعي يفضل بارابولا وما يحصلش ديفورميشن في الكابلات او الهانجرز بشكل كبير. فبناء على كده هو عشان يحل المشكلة دي فلازم احط جردر قوي جدا، ترس بقى، فريم جامد، شيء من هذا القبيل، بحيث ان انا اي لود موجود على الجردر ده يتوزع بانتظام على الايه الهانجرز دي، بحيث ان هو ما فيش كابل فيهم يطول عن التاني او يتشد اكتر من التاني، يبقى كلهم انا رابطهم بحاجه ريجيد جدا بتتحرك ازا وان يونت، فايدي تقدر توزع الحمل بشكل. فيديو ظريف مدته 3 4 دقايق اعتقد، اتفرجوا عليه هتلاقيه هيوضح لكم الصورة دي بشكل كبير. طيب نشوف المثال اللي معانا هنا، بيقول the cable in figure supports a girder which weight 850 pound per feet. يعني عندي جردر هذا الشكل وزنه هنا باوند بير فيت، يعني كل فيت في الوزن ده تمام. Determines the tension in the cable at point A, B, C. يبقى بداية أنا حددت هنا كذا نقطة أحدد فيها التنشن، ده يدل إن إحنا ما عندناش فورس ثابتة في الكيبل زي ما اتفقنا مع بعض، انا عندي فيه values بتختلف. طيب كل الايكويشنز اللي احنا اتكلمنا فيهم دول زي ما اتفقنا هي بتعتمد على ان انا واخد الاكس والواي عند اوطى نقطة موجودة في الكابل وياخد شكل الكابل بتاعي يمين او شمال شكل. بالتالي اكن عندي دلوقتي اكن في عندي مسألتين، في الجزء اللي هو الناحية دي وفي الجزء اللي هو الناحية هو ناحية البي سي وناحية البي اي معايا. طيب بداية هو مش مديني مكان البي، نقطة البي انا مش باينة اللوكيشن مكانها معرفوش، ولكن مديني الهايت كيبل ات نقطة الاي والهايت اوف كيبل ات بوينت سي. انا اقدر اوجد ايه دلوقتي؟ يبقى انا عايز اوجد نقطة البي مكانها فين، بناء عليها هبدأ احدد ال اسمه ايه ده، هبدأ احدد مكان ال اوريجينال بتاعتي اللي هاخد عندها المحاور وابدأ اطبق هذا الكلام. طيب انا عندي معادلة الكابل اللي هي قلنا معادلة البارابولا بتاعتي،
معادلة البارابولا عندي كام؟ عبارة عن الدبليو على 2 الاف اتش اللي هي الهوريزونتال كومبوننت اللي أنا لسه معرفهاش، وعندي بدلالة الاكس تربيع، بدلالة الاكس تربيع. طيب المعادلة دي بتطبق من ايه؟ بتطبق من في نقطة الزيرو والزيرو، زيرو اكس وزيرو واي، هي نقطة البي اللي انا مش عارف مكانها فين برضو بالظبط. فانا هفترض ان نقطة البي دي على مسافة اسمها اكس داش، وبالتالي المسافة التانية من البي للاي هي 100 ماينس اكس داش، واطبق المعادلة هنا. هاجي اقول ان الواي اللي هي نقطة سي اللي هي بتساوي 20 فيت ايكوال، معوض بالمعادلات اللي عندي، والاكس في الحالة دي ايكوال اكس داش، اكس عبارة عن اكس داش. طيب وبعد كده هعوض من المعادلة دي مرة كمان، مرة عند نقطة سي ومرة التانية عند نقطة بي. الاف اتش في الحالتين تمام قيمة ثابتة، يعني ما اقدرش اقول الاف اتش مثلا ما هشتغل على البي سي هتطلع حاجة تانية لما اكون بتكلم عن الاي بي، هو نفس الكابل. واتفقنا ان الهوريزونتال كومبوننت كمان مش عند اي نقطة، مش عند نقطة بي بس، عند اي نقطة الهوريزونتال كومبوننت ثابتة اللي هي قيمتها الاف اتش. فانا هطبق عند نقطة الاي تديني برضو نفس المعادلة انا بطبق فيها دي، ولكن بدل ما هشيل الاكس واحط القيمه بتاعتها اللي هي 100 ماينس الاكس داش، واعوض في المعادله بدلاله الاف اتش. هنا بقى هشيل الاف اتش واعوض بيها بالفاليو اللي انا لها من هنا، هيطلع لي معادله من الدرجه الثانيه بدلاله مين؟ بدلاله الاكس داش، بدلاله الاكس داش. وبالتالي يبقى في الحاله دي اقدر اجيب منها الاكس داش بسهولة، اقدر اعوض اجيب الاكس داش بسهولة ان انا احل المعادلة دي. ما انا جبت ايه الاكس داش ده؟ مكان اقصى او اوطى نقطة موجودة عندي في الكيبل بتاعي اللي هي من عندها المفروض ابقى اخد الكوردينيت اكس والكوردينيت واي، هو ده الاوريجن بتاعي اللي انا هبتدي من عنده. فمهمة جدا ان انا احدد النقطة دي عشان ابتدي فيها بعد كده. يعني وانس ان انا حددت النقطة دي فعوض وجبت الاف اتش، يبقى انا جبت تنشن على طول عند نقطة البي اللي هو المطلوب، احد المطالب الموجودة في السؤال، مجرد ان انا حددت مكان البي. فبالتالي هي الاكس داش، الاف اتش ما هي الا فانكشن في الاكس داش من حل المعادلة دي، يبقى اقدر اجيب الاف اتش. انا عارف ان نقطة البي ما فيهاش الا تنشن هوريزونتال في هذه الحالة، وفعلا بالظبط ب اف اتش في الحاله دي عباره عن هعوض بالاكس بتاعتي تطلع ب 36 459 باوند، ده قيمه التنشن فورس اللي موجوده. طيب يبقى هنا عايز بقى اجيب التنشن عند نقطه ايه؟ التنشن عند نقطة ايه؟ التنشن عند نقطة ايه هقدر اجيبه ازاي؟ بداية عايز اوجد الزاوية اللي موجودة عند نقطة الايه، الزاوية اللي موجودة عند نقطة ايه. عندي معادلة التان ثيتا عبارة عن دي واي على دي اكس اللي هي الدبليو في اكس على الاف اتش، دبليو اكس على الاف اتش. الاف اتش خلاص بقت معلومة، والدبليو انا عارفها، يبقى دي معادلة التان بدلالة الاكس. ايا كان بقى انا هعوض، بس انا بعد كده هعوض في اي بوينت انا عايزها. الاكس في حالة نقطة الايه، خلاص بقى انا نقطة الايه عندي هنا، يبقى الاكس بتاعتي دي اللي هي عبارة 100 ماينس الاكس داش، الاكس داش كانت 41.4، يبقى ال 100 عبارة عن ماينس ال 41 يديني اللي هو ال 58، يبقى هعوض من هنا يديني قيمة ال 10 ثيتا عبارة عن 1.366، يبقى الثيتا ايكوال 53.7.
طيب من هنا هجيب ايه؟ انا خدت ان تي من القوانين اللي عندي اهي، قيمة التنشن فورس اللي انا عايز اوجدها دي فين؟ احنا طبقنا فين؟ يبقى عندي التي دي، انا عندي الاف اتش وقدرت اوجد السيتا، اقول التي عبارة عن الاف اتش على كوساين السيتا. يبقى التي دي مين؟ هي التنشن فورس اللي موجودة في الكيبل دايركت. يبقى هو ده اللي انا عملته هنا بالظبط، كنت عايز اوجد قيمة السيتا عشان اقول ان الاف اتش على كوساين السيتا جبت قيمة التنشن فورس. معايا؟ طيب كان يمكن اعوض بطريقة تانية، كان يمكن استعمل القوانين اللي هنا، انا عارف ان التي هيبقى ماكسيمم عند نقطة A وعند نقطة C، فانا يمكن اروح معوض في القانون ده واجيب التي ماكسيمم دايركت عبارة عن ال L على 2 H، ال L في الحالة دي اللي هي ال X داش لو بتكلم عن نقطة C، أو ال 100 ال 100 ماينس ال X داش لو بتكلم عن نقطة ال A، وال H اللي هي ارتفاع الكاب لو بتكلم عن نقطة C هجي هشتغل بال 20، لو بتكلم عن نقطة ال A هشتغل بال 40. فأنت تقدر يعني تتعامل بالقوانين دي بالشرط السيناريو اللي موجود في السولف اكزام دي، ممكن تحل بأي طريقة وانس ان انت تبقى فاهم القوانين بتعبر عن ايه، وانت ايه المطلوب احسبه، فسهل جدا ان انت توجد هذا الكلام. طيب يبقى عندي الاف اتش هنا ماشي بنفس السيناريو at point x عند نقطة b، طبعا الاكس بتساوي زيرو، ف يعني راح مطلع الاف اتش كوساين سيتا كوساين زيرو بواحد، فهي التي بي هي الاف اتش. فتوضيحا هو بيقول لك ان لو طبقت حتى بالقانون، فانا السيتا عندي في هذه النقطه زاويه ميل الكيبل عن الافق في الحاله دي زيرو، تمام، وبالتالي يبقى كوساين زيرو بوان، يبقى التي التنشن هو ايكوال الاف اتش. دي احنا كنا يعني ايه مأكدين عليها من البدايه وعارفين ان هي هتطلع كده. نقطه سي ات بوينت سي، الاكس عندك اللي هي 41، والاتش لو انت هيشتغل هنا شغال برضو بتان السيتا وعشان يجيب منها قيمة الزاوية نفسها عند البوينت سي، ويبقى الاف اتش على كوساين سيتا يديني 44. زي ما قلنا انا يمكن اشتغل بالطريقة دي ان انا اوجد الزاوية، يبقى انا هعتمد على اشتغل بالقانون ده، او يمكن واحد تاني يشتغل بالقانون بتاع التي ماكسيم، وانا عارف ان التي ماكسيم هيبقى في نهايات في أعلى نقطة في الكابل متقاسة من هنا، يبقى لو بتكلم عن النقطة اللي دي يبقى هشتغل عن الإكس دي، لو بتكلم عن النقطة التانية يبقى هشتغل على الإكس في الاتجاه التاني. يبقى دي نقطة مهمة جدا إنك تبقى عارف الكوأردينيت هتحسبه منين وإيه الأورجن بتاعك، يعني يمكن واحد روح غلطان روح واخد مثلا عنده كيبل كده وراح واخد الإكس والواي من هنا، ويجي ياخد الاكس بتاعت النقطة دي ياخدها من النقطة من الاوريجن اللي هو حددها، وده الكلام ده مش مظبوط، عشان انا عندي كل القوانين اللي احنا شغالين عليها دي مبنية على هذا الشكل، ان انا شغال على نص كابل او شغال ان الاوريجن بتاعي عند اوطى نقطة في الكي بتاعي. فمهمة جدا ان انت عشان كده هو اول خطوة كان لازم يعملها في المثال بتاعنا ان هو يحدد النقطة دي مكانها فين، اللي هي اوطى نقطة موجودة عندي، تمام. يبقى دي نقطة مهمة. وبالتالي يبقى في الاخر يبقى فعلا هو اوجد قيمة التنشن عند نقطة البي اللي هي عند اوطى نقطة اللي هي تساوي الاف اتش، وعند نقطة السي وعند نقطة البي. يبقى شكل الكيبل ايا كان، يبقى عندي شكلين الاسئلة اللي يمكن تيجي في الكيبل، زي اما يبقى في كيبل موجود عليه concentrated load، فبالتالي انت بتاخد الجوينتس وتبدأ تعمل اتزانة كأنك بتحل ترس قريبة من الترس شوية، وتوجد التنشن فورس اللي موجودة في الكيبلز او في السيجمنتس المختلفة، او ان انت يبقى عندك
قبل زي المثال ده عليه يونيفورم ديستريبيوتد لود فيرتيكال لود. وفي الحاله دي يبقى انت هتتعامل مع القوانين اللي موجوده عندنا. عندي قانون الكومبوننت في اتجاه الاكس، قانون الكومبوننت في اتجاه الواي، عندي القانون بتاع الزاويه اللي هو تان ثيتا دي واي على دي اكس، برضو بحافظ القانون بتاعه. الاف اتش اقدر ابقى عارف القانون بتاعها. عندي القانون بتاع التي ماكسيمم برضو اقدر احفظ القانون بتاعها، بحيث ابقى انا عارف اتعامل مع الاربع خمس قوانين دول واستغلهم في حل او ايجاد الفورسز اللي موجوده في الكابل. تمام. طيب في المقابل عكس الكيبل اللي هو لما اعلقه ياخد شكل بارابولا، فبالتالي لو خدت الميرور بتاعه، ميرور البارابولا دي بتاعة الكابل، يطلع لي قرش. ولكن في هذه الحالة القرش هتبقى معرضة للكمبريشن، وانس ان هي معرضة للكمبريشن يبقى منفعش استعمل حاجة فليكسبل زي الكيبلز واقول ان انا هعملها كومبريشن. فبالتالي يبقى الكيبلز like cables ours can be used to reduce the bending moment in long span structures. نفس الفكرة ان انا هحول الفورسز بتاعتي او البندنج مومنت، هبدأ استغل الارشز كوسيلة برضو ان انا اقلل البندنج مومنت في الاستراكشرز بتاعتي. Essentially an arch acts as an inverted cable. يبقى زي الكيبل الارش ما هو الا اكنه الانفيرتد كيبل واخد شكل بارابولا، لكن هو انفيرتد الناحية التانية. So it received its load mainly in compression. تمام. لكن because of its rigidity it must be resist some bending and shear bending depending upon how it loaded and shaped. بناء على الكيبلز سوري على الجيومتري بتاع الارش، يبقى هو ماشي على شكل بارابولا بالظبط في الحاله دي يبقى هيبقى عنده كومبريشن فورس فقط. ولكن لو حصل اي تغيير ما بين شكل الارش وشكل البارابولا او شكل البندنج مومنت المقلوب، يعني تخيل كده انا لو عندي كاميرا، الكاميرا دي عليها يونيفورم لود، واليونيفورم لود ده هيبقى عندي بندنج مومنت بهذا الشكل اللي هو شكل البارابولا، وبالتالي اللاين ده كده شكل البندنج مومنت ده نسميه لاين اوف تنشن، لاين اوف تنشن. وبالتالي لو انا عملت البيم بتاعتي، حتى لو عملت بيم، خد بالك يعني لو عملت بيم على شكل البارابولا دي بالظبط ماشيه مع شكل البندنج مومنت ونفس الاكويشنز بتاعته، يبقى انا هعمل بيم معرضه لتنشن فورس فقط، هعمل بيم معرضه لتنشن فورس فقط اللي هي تتشابه بشكل كبير مع الكيبل. يبقى عندي الكيبل يبقى في الحاله دي معرض لتنشن فورس فقط. والعكس صحيح، لو انا رسمت البندنج مومنت في الكمبريشن سايد يبقى اللاين ده هسميه لاين اوف كومبريشن. يبقى انا لو عملت الاستراكشر بتاعي واخد الشكل ده بالظبط، يبقى هيبقى القطاع ده معرض لكمبريشن. طب اي تغيير او اي بنسميها ايه اكسنتريستي بينه وبين اللاين اوف اكشن ده او اللاين اوف تنشن واللاين اوف كومبريشن، لو حصل السنتر لاين بتاع السكشن بتاعي او الجردر بتاعي او الارش بتاعي حصل تغيير شويه عنه، هيحصل ايه؟ هيتولد حبه بندنج مومنت نتيجه الفرق ده. يعني لو قلت كده، لو روقنا الدنيا دي كده شويه، يعني لو قلت كده ان انا عندي ادي البارابولا بتاعتي وانا رحت عامل مثلا سي
رحت عامل قرش بالمنظر ده، رحت عامل مقرش تاني كده، معلش بقى بيطلع شكله غريب شوية يعني، كويس تطلع حاجة كده يعني. بقى في فرق ما بين اللاين اوف كومبريشن اللي انا كنت بقوله، يعني افرض مثلا رحت عامل كأرش على شكل جزء من سيركل مش جزء من بارابولا، وفي عندي سيركل فانا خدت جزء من السيركل وعملته الارش بتاعي، وعندي البارابولا اللي موجوده شكل الكيرف بتاع البارابولا، في فرق بين الكيرفين الاتنين مش ماشيين مع بعض، ده هيبقى في فرق بينهم من بعض. يبقى معنى كده ان الكومبريشن بتاعي موجود في مكان والسنتر لاين بتاع السكشن بتاعي موجود في مكان تاني. يبقى علم الاستاتيكس كده لو انا عايز انقل الفورس دي للسنتر لاين بتاع الشكل للسنتر لاين بتاع السكشن بتاعي، يبقى هنقل الفورس دي بفورس ومومنت. يبقى القطاع بتاعي لو لم يتماشى تماما مع الكيرف بتاع الارش يبقى هيحصل ما يسمى الاكسنتريستي، اللي هي دي بنسميها حرف اي كده. الاكسنتريستي هي الفرق ما بين اللاين اوف كومبريشن والسنتر لاين اوف ماي ارش. كل ما الفرق ده هيزيد كل معنى كده ان القطاع بتاعي هيبقى معرض لبندنج مومنت، وانس ان في بندنج مومنت يبقى في شير، وكل ما الاكسنتريستي دي تقل فمعنى كده ان القطاع بتاعي يبقى معرض من للكمبريشن وقيمه البندنج مومنت اللي عليه قليله، ولو بيرفكت اللي يعني ان هما الاثنين يعني متطابقين تماما، ان السنتر لاين اوف ارش ماشي تماما زي البرابولا، ففي الحاله دي المفروض يبقى الاكسنتريستي ايكوال زيرو، وبالتالي البندنج مومنت اللي في الارش هتساوي زيرو. فيبقى تنفيذ الارش وتصميمه تمام، تصميم وتصميم الارش كمان، لو انا عندي الحريه ان انا اختار شكل الارش اختاره على اي اساس، هعتبره جزء من بارابولا ولا جزء من سيركل او اي شكل انا حر فيه، تمام اي جزء كيرفت وخلاص، لا فانا لو عندي الحريه يبقى الاولى ان انا اختاره بارابوليك شيب، ان الارش بتاعي يبقى واخد بارابوليك شيب، عشان يبقى ده اقرب ما يكون لو عليه يونيفورم لود يبقى اقرب ما يكون للكومبريشن لاين، وبالتالي هقلل الاكسنتريستي واقلل البندنج مومنت اللي يمكن تتواجد في الارش سيكشن في حاله زي كده. يبقى نتيجه ان الارش بتاعي ريجيد فمش هيقدر يتشكل في الهواء براحته، انما في الكيبل لا، ده الكيبل اوريدي هو فليكسيبل فهو بياخد شكل البارابولو لوحده، فحتى لو جه عليه لود يبدا يعيد تشكيل نفسه تاني. بينما في حاله الارش لا، ده انا عندي في ريجيديتي، في عندي ريجيد سيكشن، فلو جاله احمال او هو اتنفذ بشكل مختلف او هو ديزايند اوريدي بشكل حتى مختلف الناحيه المعماريه، فاكيد هيبقى تختلف قيمة الانترنال فورس اللي فيه من ارش لارش تاني. طيب يبقى if the arch has a parabolic shape and it has او it, sorry it is subjected to a uniform horizontally distributed vertical load، لنفس الحالة اللي احنا درسناها ولكن في الكيبل، then from the analysis of cable it follows that only compression forces will be resisted by the arch، اللي هي الحاله اللي احنا قلنا عليها ان في الحاله دي هو واخد بارابوليك شيب وعليه يونيفورم لود، يبقى عندي اللاين اوف اكشن اللاينز اوف كومبريشن واخد شكل بارابوليك، وبالتالي انا هحط الارش ماشي مع اللاين اوف اكشن بالظبط، وبالتالي يبقى عندي الكيبل سوري الارش بتاعي معرض لكومبريشن فورس فقط. then the analysis of مش المفروض مش كيبلز بقى، انا هنا غلطانه.
يبقى دي المفروض the S of R it follows that only compression of will be resist by R. واضحة النقطة دي؟ يعني أهم حاجة تبقى أنت فاهم طبيعة الإيه كل structure وبيشتغل إزاي. أنا دي نقطة مهمة جدا، يبقى عندك السنس بالإحساس بالمنشآت بهذا الشكل. الراس بيشتغل إزاي، الفريم بيشتغل إزاي، الأرش والكيبلز بيشتغلوا إزاي، اختار ايه عن ايه، افضل ايه عن ايه. دي نقطة مهمة يعني ليك انت كمهندس، ناس تبقى فاهم الدنيا تبقى ماشية ازاي بالظبط. طيب في عندي اجزاء او يعني بارتس اساسية بتكون الارش. في عندي السنتر لاين طبعا اللي هو بتاع الأرش نفسه اللي هو ماشي في النص، يبقى عندي ادي السنتر لاين، وده اللي انا بقيس بيه السنتر لاين رايز. اعلى نقطة انا عايز أرش بارتفاع قد ايه، اقصى نقطة عندي اللي هي من سنتر، تمام. الاكسترا دوس او اللي هو زي ما بنسميه ايه، وش الـ الكيرف او التوب سيرفس للارش بتاعي، والصوفت او الانترادوز اللي هي الجزء الداخلي للارش بتاعي، تمام. في السبرينج لاين اللي هو جزء الباقي السبورتس نفسه، الاباطمنت اللي هو الجزء اللي انا ريستد عليه اللي هي السبورت اللي بيشايل كل الحدوته دي. طيب هتلاقي اختلافات او انواع الارشز بتعتمد ملي بشكل كبير على نوع السبورت اللي هنا، يمكن يبقى فيكسد، تمام، فيكسد ارش، تو هنجد ارش، تمام، و ثري هنجد ارش، يبقى بحط جزء هنج في النص، وفي اللي هو تايت ارش، يبقى ارش ويز كيبل، يبقى بحط ارش هنا وبحط كيبل في النص بيمنع او بيمسك الطرفين دول مع بعض. اختيار نوع الكابل أو سوري اختيار نوع الارش بيعتمد بشكل كبير على طبيعة التربة اللي انت هتأسس عليها، نوع الاساسات وطبيعة السويل اللي انت هتأسس عليها. فلو عندي سويل قوية، فلما هعمل فيكسيشن يبقى جاي لي فورس اكس واي و غير اللون دون عشان بس يبان، يبقى عندي هنا في اكس واي ومومنت، وكل الانترنال فورسز دي هيتنقلوا على الاساسات اللي هي منها للسويل. فلو السويل قوية أقدر أعمل الفيكسيشن ده بسهولة، وكل ما السويل بتاعتي تضعف كل ما أنا بحاول أقلل الأحمال اللي بتتنقل على السويل. فلو السويل ضعيفة شوية يبقى هعملها هنج، وبالتالي هنقل إكس وواي، تمام، ومفيش مومنت، مفيش مومنت. لو برضو التربة أضعف هبدأ أحط يا إما التايت أرش، التايت أرش دي بياخد الفورس اللي هنا كلها وينقلها كتنشن فورس في التاي، هو ما بيحسش بيه، بيحس فقط في النورمال فورس اللي جاية له من هنا. وهنا نفس الكلام بالنسبة للأرش اللي هو 3 هنجد أرش، يبقى انا بدي سماحيه ان السويل هنا ضعيفه شويه، فلو السبورت ده حصل له سيتلمنت يعني حصل له هبوط نتيجه ضعف التربه يمين وشمال، يبقى انا مدي نقطه حركه يقدر يتحرك شويه نتيجه الهبوط من السبورتس اللي عندي. يبقى دايما اختيار النوع السبورت يعتمد بشكل كبير على طبيعه التربه اللي موجوده عندنا. هتلاقي مثلا من الارشز المشهورة قوي اللي هو سد هوفر على ما اتذكر، يعني هبدور لك على صورة ليه، كيرف سد مية كبير جدا ضخم جدا، وهو في الاخر ما هو الا ارش ولكن
هتلاقي وهنا في المية الناحية دي، ولكن هتلاقي هنا في جبل وهنا في جبل، فطبعا تربة قوية جدا، وكل ضغط المية اللي جاي من هنا رايح للأرش، والأرش في الآخر ماسك، أو يعني الرياكشن بتاعه رايح ليه جبل هنا وجبل هنا. فزي ما قلنا من الأرشز قبل كده في محاضرة اللونج سبان، إن إحنا إن الأرشز ميزتها إن هي بتحول الفورسز اللي عليها الفيرتيكال فورسز لكمبريشن فورس موجودة في السكشن بتاعها، فدي من أهم مميزاتها، وبالتالي بتقلل البندنج مومنت بشكل كبير. وهنا اتعلمنا مع بعض فكرة قيمة البندنج مومنت دي هتعتمد على إيه. كل ما أنا هخلف شكل الأرش بتاعي عن شكل الكومبريشن لاين، او ما هو او هو شكل البندنج مومنت البارابوليك شيب، كل ما هيبقى فيه فرق بينهم من بعض يعمل لي اكسنتريستي ويزود لي بندنج مومنت على القطاع. كل ما هقرب الشكلين لبعض وخلي السنتر لاين بتاع ده ماشي مع السنتر لاين بتاع او شكل اللاين اوف كومبريشن او شكل البندنج مومنت بمعنى صح، لو في الحاله دي هتجنب قيمه بندنج مومنت كبيره قدر الامكان. هندرس مع بعض نوع واحد فقط من انواع الارشز دي، كاس ان هو statically determined، واقدر احله بسهوله، و يعني very simple زي ما قلنا بيعتمد بشكل كبير. انا يعني عندي في مشكله في السيتلمنت او في تربه ضعيفه، يبقى يحبذ ان انا استعمل هذا النوع من الارشز. The three-hinged arch. The three-hinged arch is always made from metal or timber. دايما بعمل arch زي ده بعمله من الستيل، تمام، او من التمبر لو عندي سبانز اقل شويه يمكن استعمل خشب. The statically determined arch. Statically determined arch. اقدر معنى كان statically determined arch لو جينا عدينا كده هاجي اشوف ادي 2 4 6 وعندي التو بارتس دي 1 و2، يبقى 2 في 3 ب 6، يبقى الاثنين قد بعض، يبقى عندي statically determinate arch، وبالتالي اقدر احله بمعادلات الاتزان العاديه بتاعتي. طيب unlike statically determinate arch it is not affected by settlement or temperature changes. كل ما المبنى بتاعي يبقى statically determinate يبقى في الحاله دي ما يأثرش معاه حركة السبورتس، عشان كده لما يكون عندي تربة ضعيفة ومتوقع إن هو يحصل فيها سيتلمنت بيحصل هبوط في المبنى أو بيحصل هبوط في الاستراكشر بتاعي، فلو عملت الاستراكشر بتاعي statically determinate فمش هيحصل له أي تأثير، مش هيتأثر بأي حاجة خالص. بينما لا زي ما نعرف قدام شوية لما نتكلم على statically indeterminate structure، لا ده الموضوع هيأثر بشكل وبشكل كبير كمان، يكون internal forces كبيرة على ال structure بتاعي، مجرد ان يحصل تغيير او يحصل حركة في ال force بأي شكل من الأشكال. طيب يبقى دي احد او يعني بعض الاشكال لل 3-hinged arch. نيجي نبص كده هتلاقي فيه شكل هتيجي في النص هنا كده، هتلاقي الهنج موجودة، لو بصيت هنا هتلاقي الهنج موجودة، ده وير ماوس بريدج، ده موجود في بريطانيا في يونايتد كينجدوم، وفي فرنسا هتلاقي برضه هنا هتلاقي بص هتلاقي في فاصل موجود اهو في الارش بتاعي هنا نفس الكلام، يبدأ يعمل هنج. وهتلاقي فيه أشكال كتيرة، لو دخلت على اللينك ده هتلاقي فيه 3 hinged arch bridges، يعني هتلاقي كذا كوبري موجود بهذا الشكل. طيب يبقى في الحالة دي أنا عشان أحل 3 hinged arch الموضوع بسيط جدا، إن أنا بحل statically determinate structure معادلات الاتزان اللي أنا عارفها مفيهاش أي مشكلة. طيب نطبق الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هنا بيقول لي the three hinged
open spandrel arch has a parabolic shape. يبقى هو مدينا هو parabolic shape. Once ان هو parabolic shape يبقى انا عارف ان الجردر ده معرض ل compression و only compression force. If this arch were to support a uniform load and have the dimension shown, show that the arch is subjected only to axial compression at any intermediate point such as point D. يعني هو بيقول لك اثبت لي ان في الحاله دي فعلا ان الارش ده هي يعني معرض لكمبريشن فورس فقط. Assume the load is uniformly transmitted to the arch ribs. يبقى هتخيل ان اللودز دي كلها رايحه بشكل يونيفورم على الارش بتاعي. انا مديني معادله الارش، معادله الكيرف بتاع الارش بتاعي، وانا اقدر بعد كده بيطلب مني اوجد لي قيمه الكومبريشن فورس اللي موجوده عند اي نقطه واثبت لي ان هي بتساوي ان هو معرض لكومبريشن فورس فقط وان مفيش اي بند مومنت موجود على القطاع ده. طيب هتعامل مع المساله دي ازاي؟ بدايه نرجع بقى لاسلوبنا القديم، نحسب الاكسترنال رياكشن study determined structure ما فيهوش اي مشكلة. محصلة الحمل اللي عندي ده 500 باوند في المسافة دي كام 100 فيت، يبقى في الاخر يبقى عندي هتطلع 50,000، يعني هقسم على 1000 يبقى 50 كيب. ده محصلة الفورس بتاعة اليونيفورم لود اللي هنا. سيجما المومنت عند نقطة الـ A، الـ C دي هتروح، مفيش اللي عندي الـ CY، جبت سي واي بي 25 تمام. يبقى 50 نصها يمين ونصها شمال، يبقى عندي 25 سي واي و 25 بي الاي واي. طب السي اكس، السي اكس انا يمكن حاجه من الاثنين، يا اما هفصل هفصل يعني هاخد البارت اللي هنا ده عند نقطه الهنج اللي في النص افصلها ويظهر لي بي اكس وبي واي، او ان انا زي ما اتفقنا لو عندي هنج في النص انترميديت هنج ناخد المومنت من اليمين او المومنت من الشمال ايكوال زيرو. نفس الموضوع هي بالظبط، يا اما تفصل يا اما اخد المومنت في النص من ناحيه واحده واقول ان هو بيساوي زيرو. فهو خد المومنت عند نقطه البي، وبالتالي عندي ال 25 اللي هي نص المسافه 25 محصلتهم 25، كان التوتال المسافة كلها كانت 50 فنصها كان 25، وبالتالي اللي هي قيمة الحمل يعني المسافة بتاعتها اللي هي 25 على 2 أو 25 فيت سوري، وعندي ال إيه تاني اللي هي الرياكشن السي واي اللي أنا حسبته 25 مضروبة في المسافة 50 فيت ماينس السي اكس اللي انا مش عارفها، جبت منها السي اكس. لو انا محتاج احسب الرياكشن ده اتس اوكي، اقدر احسب الرياكشن خلاص بقى الموضوع بقى سهل. سيجما الفورس تجاه اكس جبت البي اكس، سيجما الفورس تجاه واي جبت البي واي. طيب يبقى اخد بالي ان انا لما فصلت عند نقطه البي عشان انا عارف ان هي هنج فحطيت تو رياكشن فقط بي اكس بي واي، مفيش طبعا احتمالية ان هي تواجد في مومنت والا ما كانتش تبقى هنج. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ A section of the arch taken through point D. يبقى انا هفترض ان انا هقطع السكشن بتاعي عند نقطة الدي دي. يبقى لما هعمل كاتنج هنا يبقى هظهر اكني بتعامل مع فريم زي البيمز كده. هقول هيظهر عندي ثلاث حاجات M و V و N، M و V و N. يبقى هاخد سيكشن والسيكشن ده هتعامل فيه ان هو الحالة الجنرال خالص ان هو يطلع عندي 3 unknowns M و V و N، وطبق معادلات الاتزان
وطلع قيمة الفي بكام وقيمة الام بكام وقيمة الان بكام. لو الام والان سوري الام والفي المومنت والشير ايكوال زيرو والقطاع معرض لكمبريشن فقط، يبقى هو ده ان انا اثبت الايه اثبت الايه اللي هو عايز يثبته، عايز يثبت ان القرش ده في الحالة دي معرض لكمبريشن فورس فقط. فهي وده الايه اللي انا عايز اثبته، انا عايز اثبت دلوقتي ان القرش ده قرش على شكل بارابولا 300 معرض ليونيفورم لود، يونيفورم فيرتيكال لود، وانا عايز اثبت ان في الحاله دي ان القطاع معرض لكمبريشن فورس فقط. فبيقول اوجد لي كده عند نقطه الدي هل فعلا هيطلع بزيرو ولا لا. طيب هو الراجل كتر خيره مديني معادله القرش، مديني معادله القرش ومديني هنا ان انا باخد ادي نقطه الاوريجن بتاعتي، يبقى عندي ادي الاكس وادي الواي، وانا عندي معادله الارش بتاعي عند اي اكس اقدر اجيب قيمه الواي بتاعتي بكام، هتطلع بنيجاتيف عشان واخد البوزيتيف فوق بهذا الشكل. يبقى نقطه الدي دي عايز اعرف هي عند كوردينت كام واي، يبقى ادي الدي دي المسافه بتاعتها 25، الاكس ايكوال 25 فيت، يبقى الواي ايكوال اعوض في المعادله الجيفن بالنسبه لي اديني ادي قيمة الواي بكذا، والسلوب يبقى عندي دي واي على الدي اكس، دي واي على الدي اكس عبارة عن ايه لو انا فضلت المعادلة دي ادينا عندي 2 اكس وده كله كونستنت، كل الكلام انا هضرب ال 25 دي في 2 تبقى 50 بهذا الشكل، واعوض بالاكس بكام ب 25 وجبت التان ثيتا. مين الثيتا دي؟ وزاوية ميل الايه الكيرف عند نقطة الدي في الحالة دي، ودي هي قيمة السيتا. ليه انا خدت جبت الزاوية دي؟ جبتها ليه؟ محتاجها في ايه الزاوية دي؟ الزاوية دي جبتها علشان لما هعمل سيكشن عند نقطة الدي ابقى عارف الفورس دي، والفورس دي اللي هي ال N وال V والمومنت، المومنت ملوش زاويه ولكن ال N وال V انا عارف هو مايل عن الافقي والراسي زاويه كام، عشان لما اعمل معادلات الاتزان اقدر اجيب الكومبوننتس بتاعتها في الاكس والواي. وده بالظبط اللي هو عمله هنا. يبقى الراجل ادي قيمه الزاويه ثيتا اللي هي زاويه ميل الكيرف ده اللي هو في نفس الحاله دي اللي هي زاويه ميل ال N عن الافقي وال V عن الراسي. حول الموضوع دلوقتي لعملية معادلة إكوليبريم عادية خالص، سيجمال فورسز في اتجاه الإكس، سيجمال فورسز في اتجاه الواي، سيجمال فورسز أو سيجمال مومنت at any point equal كذا. كم أنون عندي V و N و M؟ في كم إكويشن عندي؟ ثلاثة. هيبقى الموضوع determinant وأقدر أشتغل وأطلع الفورسز اللي فيه. تمام. طيب اجي اقول سيجما الفورسز في اتجاه الاكس، يبقى عندي ال 25 ده الرياكشن اللي انا حسبته البي اكس. تمام، خد بالك انا كان يمكن اشتغل من الناحيه الثانيه، هل هيبقى فيه غلط؟ لا مفيش اي غلط ولا حاجه، كل اللي اعمله كان يمكن اخد الارش من الناحيه الثانيه، في الحاله دي هاخد السي اكس والسي واي واخد السكشن بتاعي هنا، وبرضه هاخد منساش ان انا اخد حبة اليونيفورم لود اللي هنا. تمام، يبقى انا يمكن زي ما كنا بناخد سكشن اخد البارت اللي على اليمين او البارت اللي على الشمال، الموضوع انت حر تماما في اختيار الجزء اللي انت هتشتغل عليه، ولكن زي ما اتفقنا قبل كده ان لما بتاخد سكشن تاخد السكشن بكل ما عليه من احمال. فبالتالي لو خدت الجزء اللي على اليمين يبقى هاخد السي رياكشن سي اكس وسي واي، هاخد اليونيفورم لود اللي موجود في الجزء اللي هنا يبقى هاخد الجزء ده كده، يبقى هاخد ده كده بكل ما عليه، يبقى هاخد حبة اليونيفورم لود دولت واخد الرياكشنز اللي انا طلعتهم هنا. تمام، يبقى هما دول الاحمال اللي موجود. لو هشتغل على البارت اللي هنا يبقى هاخد برضه حبة اليونيفورم لود دولت واخد الرياكشن عند نقطة البي،
تمام، وطلع الانترنال فورس عن النقطة دي، فده صح وده صح، مفيش حاجة أو يعني مفيش حد يقدر يقول إن ده غلط أو دي صح، الاتنين نفس النتيجة. يبقى هيطلع لك التلات معادلات دول هنا، المومنت ام دي، لأن دخلت المومنت عند نقطة الدي، فبالتالي ال ان والفي مش موجودين معايا في المعادلة، مفيش إلا ال 25 في المسافة العمودية اللي أنا أوريدي جبت منها إحداثيات نقطة الدي، فأنا عارف الواي بكام وعارف الإكس بكام، فأنا عندي أدي ال 25 هي دي، سوري، في ال 6.25، وعندي اليونيفورم لود، حبة اليونيفورم لود اللي هو 12.5 في المسافة بتاعتهم اللي هو 12.5. فلما أضرب اتنين دول ألاقي القيمة دي بوزيتيف والقيمة دي نيجاتيف ودي نفس الفاليو، ألاقي دي راحت معديا، ألاقي الـ m دي ايكوال 0، المومنت ايكوال 0. هنا ما عندي معادلة فيها مجهولين وهنا معادلة فيها مجهولين، أحل المعادلتين دول مع بعض أجيب الـ n والـ v يطلعوا بكام، ألاقي في الحالة دي إن الـ v طلعت بزيرو، لأن هي الحالة الوحيدة أو الرقم الوحيد اللي فيه value أو ليه value، وبالتالي يبقى أنا أثبت المطلوب عندي في السؤال، سوري، بيقول لي determine أو show that the arch is subjected to an axial compression at any intermediate point. يبقى نفس السيناريو ده، لو أنا اخترت أي نقطة تانية وطبقت نفس السيناريو بالظبط، بدل ما دي مثلا عند 25 رحت واخد نقطة عند 30 مثلا، فكل اللي اعمله ال x equal 30، هجيب ال y عند x equal 30، وهطبق كل حاجة هي هي بالظبط، مش هيحصل اي تغيير، وبرضه هوصل لنفس النتيجة. يعني يمكن انتوا تجربوها، في خدوا كوردينت تاني مختلف عشان حتى من باب التمرين كده، خد كوردينت مثلا عند 30 35، يعني المسافة دي كلها مثلا 50، المسافة دي كلها 50، خد انت هنا وجرب هنا عند 25، خد انت عند 30 او 35 كان، طبق نفس الايه السيناريو بالظبط، شوف هتحسب الكوردينيت ازاي، هتطبق معادلات الاتزان ازاي، هتحل المعادلات مع بعض ازاي، هتوصل في الاخر المفروض يطلع لك نفس النتيجة بالظبط، ان قيمة النورمال فورس دي ليها فاليو، ولكن الفي هي اللي بزيرو والدي المومنت ايكوال زيرو. هنا في نوت مهمة جدا، بيقول لك if the arch had a different shape or the load were non-uniform then the internal shear and the moment would be non-zero. يبقى شرط ان الارش ده هيبقى معرض للكمبريشن فورس فقط، ان هو لازم يكون واخد يونيفورم او معرض ليونيفورم لود، وواخد بارابوليك شيب، واخد يكون شكل البارابولا. يبقى لو الشيب مختلف او اللودنج مختلف، يبقى اكيد الانترنال فورس هتيجي تحسب تلاقي ان في بندنج مومنت وفي شير. يبقى دي نركز فيها النقطه دي قوي، نفهم امتى يبقى الارش بتاعي معرض لكمبريشن فقط، وامتى يبقى معرض لبندنج مومنت ونورمال وشير، اعتمادا على التايب اوف لودنج، واعتمادا على كمان ايه الشيب بتاع الارش بتاعي. يبقى كده خلصنا الجزء بتاع الارش والكيبلز. يبقى باختصار كده نجمع اللي احنا قلناه في المحاضرتين دول، يبقى عندي الكيبل هو حاجة element flexible، حاجة طرية بتقدر تتشكل بسهولة، فبالتالي ما تقدرش تشيل compression، بتشيل tension فقط، وبتعتمد شكلها او behavior بتاعها بيعتمد بشكل كبير على طبيعة اللودنج اللي هيحصل عليها. لو انا حطيت عليها concentrated load فهي هتتشكل بشكل segments straight lines، تمام، وكل segment معرضة لقيمة tension force. طيب لو اتعرضت لuniform load، uniform vertical load، يبقى الكيرف الارش بتاعي هياخد شكل parabola، والارش ده هيبقى معرض لتنشن فورس متغيره بتغير الكوردينيت بتاع البوينت اللي انا بحسب عنده.
المعكوس لهذا الأمر هو الأرش، الأرش هو الميرور بتاع الكيبل، ولكن ما دام عندي الأرش معرض لكمبريشن فلازم أعمل ريجيد استراكشر، ما أقدرش أعمل حاجة معرضة لكمبريشن وتبقى فليكسبل. فأنا عندي ريجيد استراكشر، الريجيد استراكشر ده اللي هو برضو معرض ليونيفورم لود، فيرتيكال يونيفورم لود، هو واخد بارابوليك شيب، او انا عملته في الحاله دي على شكل بارابوليك شيب، في الحاله دي الارش هيبقى معرض لكمبريشن فورس فقط. وانس ان احد الشرطين دول اختلفوا، ان بقى شكل اليونيفورم لود مختلف، شكل اللود سوري مختلف، او حتى الارش بتاعي شكله مختلف، في الحاله دي هلاقي ان القطاع يعرض ل تنشن و سوري يتعرض ل كومبريشن وشير ومومنت وشير وبندنج مومنت. وبعد كده قلنا بتختلف اشكال الارشز بناء على طبيعه السبورت او نوع السبورت، واختيار السبورت هيعتمد بشكل كبير على الايه التربه او الصايل اللي انت هتاسس عليها. فلو كل ما السويل بتاعتي تبقى اضعف، كل ما انا احاول اقلل الاحمال او الانترنال فورسز اللي بدأت تتنقل عليها بشكل من الاشكال. فمنها ان انا اعملها 300 ارش، دي بافضل لو عندي تربه قويه وزي الفل، يبقى عندي الفيكسيشن، يبقى هنقل كل الاحمال مباشره للتربه. لو لا عايز اتجنب ان انا المومنت على التربه يبقى اعملها هنج، يمكن اعمل 300 ارش لو عندي تربه ضعيفه اكثر، فيمكن يحصل فيها سيتلمنت او يحصل فيها تغيرات حركه، فبالتالي انا الارش بتاعي بيسمح بهذا الامر، ما عنديش مشكله. تمام، او ان انا ما اخليش اي شير او هوريزونتال فورس تتنقل للتربه، فبشيلها باي يشيل التنشن فورس اللي موجودة هنا وهنا. فده كده كل اللي عندنا بالنسبة للأرشز. وده كده احنا يعني انا حبيت ان انا ندي الشابتر ده بحيث ان هو يعني يساعدكم حتى في كورسات الديزاين وكورسات اختيار السيستمز لللونج سبانز ستراكشر بالظبط، فتبقى انت عندك باك جراوند لطبيعه كل حاجه فيهم ماشيه ازاي. خلاص اكتفي بهذا القدر النهارده، لو في حد عنده اي اسئله يبقى نقدر نتكلم فيها.